دابا كيما كتشوفوا معنا هذا هو السبي ديالنا اللي غادي نقدم لكم اليوم والطريقه ديالو وكيفاش يجيكم السبي مشوي وهو في المقله. كيجي رائع وجميل وفائده فيه. نتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه ديال السبي مشوي في المقله بواحد الطريقه اللي زوينه وكيتقلى غير في الزيت ديالو بلا ما نديروا ليه داك الفياضان ديال الزيت ونخليو ديك الفائده وديك الصحه ديال السبي يمشي وحنا ترجع علينا الصحه ديالنا بالكوليسترول والامراض. دابا هذه الوصفه هذه اللي غادي نقدم معكم اليوم مجربه وناجحه 100%. جربوها بعينكم مغمضين، بقاو مع الوصفه وشوفوا الطريقه باش غادي نقلي هاد السرديب. كيجي بحال مشوي في الفاخر او الفران وكيجي جديد ورائع. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، ما تنساوش اللايكات، واذا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، لان إذا شي حاجة جربتيها وصدقات ليك كتمنى الناس يستافدو منها ناس أخرين. تبعو الفيديو حتى الأخير وفرجة ممتعة. كما كتشوفو المشاهدين هذا هو السردين ديالنا اللي غادي نقليو في المقلة، ولكن كيجي على طريقة بحال المشوي. ما غاديينش حنا نقليو ديك القليان في الزيت اللي كيكون السردين عايم في الزيت وكيكون ما كيبقى صحي. هاد القلي هذا مقلي في المقلة ولكن بحاله مشوي، كتجي واحد الطريقه زوينه وناجحه وصحيه 100% بسرديل صحي، وباش ناكلوه وما نعرفوش راسنا باننا ضرينا ديك الماكله ديالو، لان ملي كنشدو داك السرديل وكنعوموه في الزيت ما كيبقاش صحي نهائيا، وديك الفائده اللي فيه كتمشي. دابا السردين عندي انا هنا غسلته ونقيته ورقدته في العطريه، الحامض والثومه وسكنجبير وكاع العطريه اللي كنطبخوا بها. ودابا غادي نديرو في الدقيق. بالنسبه لهذا الدقيق هذا راه ديال الذره، كيجي رائع، كيجي مقرمش وكيجي واحد البنه اللي كتعطيه هذا الدقيق هذا ديال الذره، احسن من الدقيق العادي اللي عنده يديرو، اللي ما عندوش يستعمل غير الدقيق الفينو، حتى هو كيجي زوين ولكن هذا احسن. واللي عنده حتى الخبز قديم وكارم يديرو في الفران حتى يقساح يتكرم مزيان حتى هو ويطحنو، حتى هو كيجي كي لي شابلو حتى هو تيجي زوين. دابا حنا سخنا المقله مزيان هادي، سخناها ودرنا فيها واحد النقيطه ديال الزيت، وغادي نبداو نستفو بحال كنستفو في الفران بحال هكا. كنستفو السرديل ديالنا في المقله غير مدهونه، ما فيهاش الزيت، ما عامراش زيت، باش هاد السرديل هو غيطلق الزيت ديالو وغيتقلى فيه وكيجي صحي. كنبقاو غادي بحال هكا وكنسطرو، وراه كيجي مقرمش وكيجي الفائده اللي فيه ما كتمشيش. وكما قلت هو كيطلق الزيت ديالو. انا من نهار جربت هذه الطريقه هذه ولات هي المعتمده عندي بحال هكا. غادي نزيد ندير ثاني شويه حيت المقله مازال خاويه. دابا كاينه ديك الطريقه ديال الفران، ولكن بعض المرات السردين ما كيجيش كله زوين في الفران. انا بالنسبه ليا ما كتعجبنيش هي في الفران السردين، كيعطي واحد الريحه قد ما تعطل في الفران قد ما كيعطي واحد الريحه اللي ماشي زوينه. اما ملي كتحمريه او تشويه بحال هكا في المقله وما كياخذش لك وقت كثير، كتبقى فيه ديك النكهه ديالو وما كيعطيش شي ريحه اللي ما تبغيش، وكتبقى فيه البنه ديال البحر، كتسيري فيه تشمي فيه ريحه البحر مازال فيه. وحنا عارفين السردين راه هو فيه بزاف ديال الفوائد الصحه. دابا انا غادي ندير هادو ونرجع معاكم. دابا بعد ما سكتت السردين خليته دابا يطيب على المهل ديالو، نقص عليه البوطه ودير عليه غير شويه ديال الزيت. تقدري ديريها بالزيه الا بغيتي باش يجيك
كندير صحي 100%، هو غيطلق ديك الزويته ديالو ويطيب فيها وكيجي بحال مشوي وكيجي المذاق ديالو رائع رائع جدا. دابا غادي نخليه يطيب على المهل ديالو وغادي نقلبو ونتسنى عليه ثاني واحد 3 دقائق ولا 4 ديال الدقائق يطيب من هنا و 4 دقائق من هنا، المجموع كاع 8 ديال الدقائق ولا 6 ديال الدقائق، ونحيدو السرديل ديالنا من فوق البوطه كيجي رائع. ما نكثروش ليه الطياب وما نقللوش ليه الطياب ثاني، باش الا قللنا الطياب كيبقى داك الدم في السنسول، والا قوينا الطياب كيقساح وما كيبقاش المذاق زوين ديالو. هذا هو السرديل ديالنا. نتمنى هذه الوصفه اللي شاركت معكم تعجبكم، وما تنساوناش من البارطاج، والى اللقاء.